جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ أبو عادل، أستفسر من فضيلتكم وأستشيركم في الاستثمار في البورصة، وكيف يتم الزكاة في هذه المؤسسة؟ البيع والشراء في السلع المباحة لا بأس به، وكذلك الصرافة في الذهب والفضة والنقود الصرافة، لكن إذا اتحد الجنس لا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المجلس، وإذا اختلف الجنس يجوز التفاضل ولكن لا يجوز التأجيل، لا بد من التقابض في المجلس. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كانت هذه المواقع التي يذكرها تتمشى على الشرع فيما أحل الله تترك ما حرم الله فلا بأس بها. نعم.